إزاي تم اختيار عثمان بن عفان خليفة للمسلمين؟ ومين كان الأولى، عثمان ولا علي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة اختيار عثمان للخلافة موجودة في صحيح البخاري. يبقى احنا حادثة اختيار أبي بكر الصديق للخلافة موجودة في صحيح البخاري، سقيفة بني ساعدة. وقصة اختيار عثمان موجودة أيضا في صحيح البخاري، مش محتاجين نلجأ لروايات ضعيفة أو مكذوبة، علشان ده تاريخ لابد اللي احنا نقرأه بالسند الصحيح، خاصة التاريخ المتعلق بأمر الصحابة. اللي حصل كما في البخاري والأحاديث الصحيحة باختصار، إن قبل ما يموت سيدنا عمر قال تركت الخلافة في ستة، اختاروا بينهم. الستة دول مين؟ علي وعثمان، طلحة والزبير، سعد، وعبد الرحمن ابن عوف. الله طفينا أبو عبادة بن الجراح، كان قد توفي رضي الله عنه. الزبير قال خلاص أنا فوضت أمري إلى علي، وطلحة قال فوضت أمري إلى عثمان، وسعد بن أبي وقاص قال فوضت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قال أنا خليت نفسي حكم بين علي وعثمان، يبقى واحد من الاثنين هو اللي هيتولى الخلافة. وبعد كده أخذ يسأل المهاجرين والأنصار، يقول فما قال أحد إلا عثمان بن عفان، كلهم اجتمعوا على عثمان بن عفان. حتى الإمام أحمد بيقول ليس في البيعات أوكد من بيعة عثمان، لأنها كانت بإجماع الصحابة، بيعة مشهورة واتفق عليها الصحابة إن يكون البيعة لعثمان بن عفان. طبعا بقى الروايات المكذوبة بتاعت لوط بن يحيى، برضو كانت في رواية مكذوبة للوط بن يحيى بالنسبة لسقيفة بني سعدة في اختيار أبي بكر. هنا برضو بيجينا لوط بن يحيى ويقول لنا بعض الأكاذيب، اللي منها إن يعني سيدنا عمر وصى وقال لو الستة اللي أنا اخترتهم دول خمسة اختاروا خليفة والسادس اعترض اضربوا عنقه، لو أربعة اتفقوا على خليفة واثنين اعترضوا اضربوا عنقه، لو ثلاثة اتفقوا على خليفة وثلاثة عرضوا خلي يحكم بينكم عبد الله بن عمر، ما رضيوش بحكم عبد الله بن عمر شوفوا عبد الرحمن بن عوف مع مين واضربوا عنق الآخرين. الله الله الله، بيخلي كده موضوع القتل وكأن يعني الصحابة يسفكون دماء بعضهم بعضا. دي روايات مكذوبة، عشان كده يا اخواننا دايما نقول لازم تقرأ التاريخ بأسانيد صحيحة، لا تقرأ التاريخ بنظرة عاطفية، لا تقرأ التاريخ بنظرة يعني وعظية، ممكن يترتب على ذلك اعتقادات تهلكك. فالإنسان يتعلم التاريخ ولا سيما فيما يتعلق بالصحابة بشكل صحيح منضبط. خلاص اختاروا سيدنا عثمان بن عفان وابتدأ الخلافة، ولكن اللي يهمنا دلوقتي هل الأفضل عثمان أم علي؟ قضية الأفضلية فيها خلاف بين أهل السنة، مش مشكلة، اللي يقول عثمان أفضل صح وده الأصح، واللي يقول علي أفضل مفيش مشكلة، ده قول من أقوال أهل السنة. إنما مين الأولى، خلافة عثمان ولا خلافة علي؟ اللي يقول خلافة علي أولى ده يبقى كده خالف إجماع الصحابة، وكده وقع في بدعة وضلال، لأن كده كأنه بينقض إجماع الصحابة وينتقد إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن الأولى في الخلافة عثمان. فضلت علي على عثمان في الفضل مفيش مشكلة، ده موجود عند أهل السنة، لكن قلت إن خلافة علي أولى من خلافة عثمان، ده هو دخلنا كده في حيز البدعة والضلال، فتخلي بالك. واختيار عثمان تم بطريقة اختيار أهل الحل والعقد، وكانت بإجماع الصحابة. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.